انت فلان وضع خشاب؟ اي نعم. انت مطلوب اخذ عسكر، متخلف عسكريه كمان بشرف معي. شو متخلف ما بتخلف؟ انا مبروع عسكريه لك عمي، انا وحيد. انت بكذب كمان؟ هاتوا لك. لا حدا يمد ايده، اكيد في غلط يا شباب. انا ما بروح عسكريه، لو بروح عسكريه دفعت بدل. امشي لك بشرف معي. طب طول بالك لغير ثيابي. بشرف معي. ولي على عمتي اخذوك، ولي على عمتي اخذوك. شو بقول معلم وضاح؟ روحي من وجهي، روحي من وجهي، من يوم ما شفناكي شفنا غير المصايب. ولي على عمتي اخذوك، اخذوه الله ياخذوك. وينك يا عمي ابو وضاح؟ وينك يا عمتي؟ يا جماعة الزلمة ما بينترك لحاله، شنو أبوه مفضل علينا كلياتنا؟ إي والله. شو علينا يا جماعة؟ شو فينا نساوي؟ لازم حدا يروح لعند الحكم دار. أبو لطفي راح لعند الحكم دار، بس المشكلة الحكم دار ما بيعرفوا أبو لطفي. هاشم أفندي، بركي بتشوف لنا أصحابك بالسرايا. إن شاء الله، أخي أنا بحكي معهم، وشو اللي بيصير معي؟ خبركم. وأنت يا أبو صفوان، روح لعند سالم بيك، بركي بيطلع معه شيء. بروح لك تحت المروح، والله بروح. عم صفوان بروح معك كمان، شنو سالم بيك بيعرفني وبيعزني وما بياخذ لحماته غير من عندي. خلص تكلنا على الله. يا ايه الله يجزيكم الخير. معناتها عقيل، خلينا نروح على القشره بركي لما نشوفه. يلا شرفوا. يلا شرف عم صفوان، شرف. اشربوا الشاي. بعدين. الله. يامو، انا اليوم بدي اصير عروس، هذيك المدرسه ما صارت عروس، اليوم انا بدي اصير عروس. دغري. والله لساويك عروس للصبح. روحي روحي هاتي طنجة. يلا هاتي هاي ماشي الحال. يلا يا غنينا. يا ضامي نعمي، يا ضامي مغفرة، يا ضامي نعمي، يا ضامي مغفرة. جبلي كحلة بالورقة، أخذوا عريسنا على العسكر، دوبوا له القطر والسكه، أوه ان شاء الله قلب امه يتعكى. قدرت قبل الحكم دار، عنده اجتماع، وبصراحة سرايا قايمة قاعدة. هاي الحرب وأحوالها يا حسرتي، ما حدا لحدا. ونحن رحنا على الإشلة بس ما حضينا فيه. خلص يا جماعة خلص، قلنا لكم حطوا إيديكم رجليكم مي باردة. سالم بيك قالنا روحوا واطمنوا، وإن شاء الله وضع خلال يومين ثلاثة بيكون ببيته. لا بقى تروحوا لعند حدا ولا تشوفوا حدا، مشانه خلي الموضوع بيني وبينكم على الستر والسلامة. معناته خلص يا جماعة ما في مشكلة، نصبرنا يومين. عقيل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا نصري، شو في؟ فرس المرحوم أبو أدهم ماتت. شو هالحكي؟ إيه سيدي، الفرس بعد خيالة موتتها أولادها. إنه شو هالقصة يا جماعة بهالحارة؟ ليش هيك عم يصير معنا؟ يحتك حريش الشغل. شبك يا أبي مهموم؟ لا ما في شيء، بس يعني شغلة ابن عمتك بزعجتي شوي، انه امه وابوه بالحي وبالبيت ما في غير الحريم. لا وراح تجوز جوازة تاني، بس يلا بركي ان شاء الله بكره بيرجع. الوين بده يرجع يا أبي؟ وضاح خلص سفروه امبارح على الترعة، اخذ اكثر من 500 عسكري بالببور لهنيك، لانه قال الحرب حميانة كتير هنيك، بنزلوهم شرق الاردن ومن هنيك بيكفوا مشي بقى. شو هالحكي؟ عالترعة؟ ايه عالترعة. لعمة معناتها سالم بيك عم يكذب علينا. ليش دخلوا سالم بيك؟ لك سالم بيك مبارح الصباح قال انه حيفكوا من العسكرية ويرجعوا على بيته لانه وحيد.
ليش انا ماني وحيد يا بي؟ بلا بس انت وحيد القرن. عمي بدي احكي معكم كلمتين. تفضل. هذا الحاصل صار اماني برقبتكم ها؟ اي نعم اي نعم. مثل ما بتعرفوا ابو وضاح راح تيسر على الحج، الله يرده بالسلامه. امين يا رب العالمين. وابنه اخذوه على العسكر. معلومكم ابو وضاح مفضل على الحاره كلها، مزبوط كلامي ولا لا؟ اي والله صحيح. اي والله صحيح. وشو بيقولوا؟ يلي بينسى الفضل المعروف بيكون ابن حرام. والله مزبوط. طيب طالما بتعرفوا انه هو مفضل عليكم فهلا فرصتكم يومكم، بدكم تردوا له هالجميل، شو كلامي صح ولا لا؟ والله مزبوط. والله عم تحكي كله صح. تمام. وما جزاء الاحسان الا الاحسان. والله يا جماعة شو ما عملنا ما بنحسن نرد ربع جمال المختار علينا، الزلمة فضله على راسنا من فوق للممات. خانو معلش نام عندك اليوم؟ ما بدي حدا ينام عندي. رويدة خانوم أنا بخاف بالليل. شو بدك تخافي؟ أخي رشدي نايم بالمضافة. لا تخافي. الله يخليكي خليني نام عندك. هاي تاني عيد بمر على الحارة والحارة كلها حزنان. الله يبدل الأحوال بأحسن ويحل عسيرة بجاه الحبيب المصطفى. آمين. آمين. إيه أم حمال قدرينا أن البيت جاهز صار يعني للسبعة. إيه بترح تجيبها لعيال وتسكنوا فيه مشان نروح نبارك لها؟ إن شاء الله بها الكام يوم. إن شاء الله. مبروك أم حمال. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيكم يا رب. هذا بيت أخوكم الصغير. الله يسلمك. ما في حدا هون يا اخي. نجيب ابشو ما لك والله. نجيب وين هالغيبه يا رجل؟ والله بهالدنيا. طمني شو اخباركم؟ شلون اهل الحاره؟ اخ شو بدي احكي لك يا نجيب؟ لا احكي لك. هذول اولادك؟ اي والله. الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك. بدي اسالك اهلي وينهم؟ شو اخبارهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الوالده اعطتك عمرها. شو الحكي؟ إن شاء الله العمر إلك ولأولادك. وأبي وأخواتي؟ أخواتك عمك أبو فارس أخذهم، وأبوك اشترى صندوق العجائب وعم يطلع الضيعة يتسبب فيه. بس أمير الركب يا مقادم. حول عمري حول. محاتم بخطار. بس أمير الركب يا مقادم. إن شاء الله مشهورين. الله يجبر بخاطرك. خلي لي إياك نقي لي كم مقدم على كيفك. الله يرضى عليك. خلي لي اياك. شلونهم ياسين؟ مرحبا فخري. اهلين اهلين رضا. شو القصه؟ هذا يا سيدي هدول في ناس عم يشتغلوا ضد الدوله العليه. شو هالحكي؟ هيك سمعت. بيني وبينك الناس الحق معها لانه صارت حالتها بدويه كل ما بوضع لورا. اخ اخ لك الموني والمصاري كلها عم تروح على العسكر، والناس عم تعض على اسنانها ما عم تلاقي شيء تاكله. لك انا العبد الفقير كنت اذبح بزماني 3 دبائق، هلا اسالني قديش عم اذبح. اسالني قديش عم تذبح. الله وكيلك نحن 3 لحامي عم نجتمع على ذبيحه واحده، واحيانا مثل ما لك شايف ما عم نفي. لك الغلا الغلا عام والناس ما معها تاكل. الله يعين العالم. لا تنسى انه السنه كانت سنه محل رزق. الله يجيرنا يا رب. لك صحيح دريت انه نجيب ابن ابو نجيب رجع الحارة؟ لا والله ما دريت. رجيع وصاير افندي. ليش وين كان؟ ها
اللي كان بحلب صاير تاجر قماش معتبر كثير. سلامات أكيد أفندم سلامات ناسيسين. أهلين حضرة الباشا هويش. في تنين مجرم مرق من هون حلق حلق، أنت بيشوف وين راح هذا الفلد مجرم؟ مجرم شو؟ أكيد هذول اثنين ضباط فرارية خيي، والمستشارية عم بتدور عليهم، بدها إياهم بالوقت والساعة. أيوة لا ما شفت شي. رجي صباي؟ نعم سيدي. لازم تنين فراري ما يطلع من حارة، هذا فراري خاين، هذا سيس كافر، لازم قزوخات، لازم اعدام، اعدام والمالي. من انتو؟ لا يخرب بيتكم، من انتو؟ لا تخافوا يوم، لا تخافوا، هذا جده، انت عمي ابو نجيب، اكيد ماني غلطانه. لا مالي غلطانة، مين حضرتك ستراسي؟ تعالوا يا ولاد، تعالوا سلموا على جده، بوسوا ايده. بوس بوس منيح ولا؟ بوسي، لا تدعي علي بالكسر. مين حضرتك بلا زفرة؟ أنا مرت نجيب عمي. مين نجيب؟ ابنك. ها ايه ابني، ايه صح. إيش كني ما فرحت فينا؟ لا ستراسي عوز بالله، شو ماني فرحان؟ ما شايفتيني؟ راح أموت من الفرح. يلا عمي يلا فوت لسخن لك شوية مي مشان تغسل وترتاح عبين ما يصير الأكل. إيش عملت لك تشكيلة كباب؟ رح تاكل أصابيعك وراها. كباب يعني كبة؟ إيه كبة. كبة بلحمة ولا بلا لحمة؟ لحمة عمي بلحمة، ليش بيصير كباب من دون لحمة؟ ليش شفتوا اللحمة؟ من عند القصاب. لك من عند القصاب؟ لك ليش هالبعزقة؟ ليش المصاريف بلا طعمة؟ يوم أعطيني دروب ساي. جدو خد نصلك مصين منها وأعطيني إياها مشان أخبيها لبكرة. عيب يا ولد ما بيصير هيك. شو ها؟ إيه ها؟ مسكي يوم خبي لي إياها لبكرة. والله يا عمي هذا ابن ابنك بيسود الوش، الدروب ساي بيضل يمصمص فيها يومين ثلاثة ما بعرف لمين طالع. شو عليه لك عمي؟ شو عليه؟ الولد حريص، شو فيها؟ لا عيب ولا حرام، الله وكيلك بفيدك لقبرتك. لكن وين السيد نجيب؟ ماني شايفه. راح لعند عمه يجيب خواته. شو ها؟ لسه كمان بده يجيب خواته؟ يا حبيبي كملي. شو هالحكي؟ ايه والله يا ابو لطفي، انا شفتهم بعيني. جماعة الكركون والظابطية معبين لحارة وعم يدوروا عليهم. اوف 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 اوف، حدا شافهم غيرك؟ ما بظن. الله يجيرك يا ابو خيرو، بس ما يلقطوهن عنده، والله بيروح فيها. نحن لازم نلاقي لهم تخرجة من الورطة بلطفية. فهمت، بس شلون؟ عم فكر ابعث لهم ملايتين مع الوالدة، يستنوا لحتى تعتم العين وبيلبسوهن وبيطلعوا. وراح بحكي مع ابو شومان يحضر حاله هو وبضيات الحاره ويجهزوا سلاحهم ويقعدوا ببيوتهم. ايش كان سمعوا صوت قواص وهن يطلعوا فورا. قلتك تصل الامور لهالحد هاد؟ والله ما بتعرف يا ابو لطفي، كل شيء ممكن يصير. الله يستر. وانا من يمي راح اضل حايص حوالين بيته لاب خيره. انت عمل جهدك تخلصوا من هالمشكله هي، بس بلا مشاكلها. لايك لك فكره ابو لطفي، لايك لك فكره. السلام عليكم ناسيسين. وعليكم السلام. الحمد لله. شو صار معكم مع هدول المجرمين؟ كمشتوهم؟ والله يا اخي ما لقيناهم، تقول فص ملح وذاب. داب داب داب، كله داب داب، هذا كلام مش كويس برنجي صباي. هذا فرد مجرم، لازم كلبجات. نحن في مسؤوليات، لازم حراسات مشددات. كاينجا يا اخي، ما سدينا كل منافذ الحارة.
ست راسي كانه كتار الحطبات ما هيك كتار شوي ما خلص عمي المرت الجاي ما بكتر حطب عمي لا تاكل وتنزع غداك شوي وبصيروا الكباب مو مشكله ست راسي مو مشكله زيتونتين هني هنا زيتونتين ما مشكله عم اقول لحالي لمين طالع هالولد شو عم تقولي ست راسي شو تفضلتي سلامتك سلامتك عمي ما في شي سلامتك سلامتك الله يسلمك وانتو اهدوا خلاص الا من لاقي طريقة ان شاء الله عن اذنكم عملها ابن العياش وفسد علينا مليح لقمتي هاتي الفردين لك اسمعي لك بتقربي من الباب وبتقولي مين وإذا حدا سألك عني قولي له مو هون أرجع أشوف مين؟ أنا مشاهد مفتاحي شو جابها لعنا؟ شو بدها؟ شو بعرفني؟ اسمعي لليك قلي لأنه أكيد ابنها بعتها لحتى تشمشم له أخبارنا إيه خلص خلص لعب الحسنة لأنه هلأ بتزعل بيكون ابنها ما بده يفسد علينا بس بده يفسد علينا روح أنت اللي عم تشوفك روح شوفي يا سهلين يا اهلين وسهلين تفضلي هلا مو وقت الاهلين والسهلين ام خيرو بدي اياكي خير في شيء في شغله ضروريه جاي من شانها ايه تفضلي تفضلي لجوا على المضافه تفضلي اهلين خالي بشاهر اهلين حبيبتي تفضلي أبو خيرو قرب شوي لقلبك خير شوفي مشاهر عاوزتك بشغلة لك ما قلت لك إنك تقلعيها إذا كانت جاي مشان هديك القصة قليلة ما في عنا بنات للجواز ما في نصيب خليها تحل عنا بقى لك المخلوقة بدها إياك مشان الجماعة اللي عندك شو؟ إيه مشان هيك روح شوف شو بدها قليلة خليها تحط على رأسها يلا ربي يوافق يا رب من هذا بده يوافق؟ هذا أخي مسلم كنت عم قول يا بي إنه يا ربي يوافق روح يجيب لي بزر من الدكان أيوة يجيب لك بزر عمي يلا بيقول لك شاهر خد هالملايتين وبس تليل الدنيا خليهم يلبسوهم وبس يدق عليكم الباب بيطلعوا وبيمشوا معه على بنا انهم امه واخته وهيك ما حدا بيشك بنوب وهلا وينه شاهر؟ يقبر قلبي ان شاء الله والله خايف عليك يا اخي ابو خيره رايح جاي بهالحاره من قدام بيتكم خايف يصير شيء الشباب كلهم جاهزين يلا بخاطركم خليكي ام شاهر ما شربتي القهوه تقبريني لا يمل مشروبه هلا البنات بيستعوقوني اختي ام شاهر امور اخي سلميلي على شاهر وبوسيلي اياه من بين عيون الاصيل اصيل بيوصل ان شاء الله بيوصل انا ظلمتك كثير يا ابن عياش لك الله محيي أصلك مين؟ أنا سميحة مرت عمي ايه تفضلي مرحبا مرت عمي أهلين السلام عليكم أهلين وسهلين مسيك الدنيا غيروا لي والبسوا هالملايات مسيك هاي وحده وهي وحده لك يلا الله محيي البطل اللي حملك يا شاهر
أكيد أفندم، أنت بيروح بيجي في زقاق، أنت في مشكلات؟ لا ما في مشكلات ولا شيء حضرة البشاويش، نحن عم نحرس الحارة من هدول الفرارية اللي حضرتكم عم تدوروا عليهم، خايفين يأذوا شي حدا من أهل الحارة. تشوكوزال كيد أفندم، تشوكوزال. احترامات هاشم افندم، ناسيسين؟ يا اهلين وسهلين باشاويش، تفضل. معلوم هاشم افندم معلوم، حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. يا اهلين وسهلين باشاويش. هاشم افندم. في اكلات برنجي مزبوط هاشم افندم، مهاشي، كباب، لحم، هبر هبر. اهلا وسهلا، تفضل. حضرة الباشاويش، نحن إيش كان بدك طابخين أكل كتير طيب، كله لحم بلحم، فإذا بدكم شو بتعشوا عنا؟ لا 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 هاشم أفندم عنده أكلات تمام قايجة. وازن وازن، بكرة أكيد أفندم، بكرة حضرتنا ممكن زيارات حضرتكم. عمي بخيرو، خذ لنا طريق بمعيتك. يلا ايه عن اذنكم تكي. شوف انتي، كل شي خربان بتلاقيه بتكبيه، وهي الكركبه كلها تبكها بتحرقيها. شو تحرق؟ وبيت المونه اللي تحت بتعزليه كله، بتشوفي الاجرار اللي فيها لحمه خربانه كمان بتكبيها. يا لطيف يا لطيف، لك شو تكبها ما تكبها؟ لك ابني دمع لي حاطه فيها، ناس تراجي، لا تكبي شي، الله يرضى عليك. ها لا تردي عليه، بتساوي مثل مالي عم قلك. حاضر ابن عمي. حاضر؟ ان شاء الله بتحضر منيتك انت وياه، لا ست راسي مو حاضر. يا بي والله انت صرت زلم كبير، صار لازم تقعد مع كبارية الحارة، مسائل البيت ما تتدخل فيها بنوب، واذا كان على المصاري ما تاكل هم، انا بتكفل مصاريف البيت كلها. ايها ايها، ولك ابني ها هذا الحكي اللي بينحكى. اخي اعطيني انت مصروف البيت وانا بصرف عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي الحال، نحن بهالكم يوم مسافرين على حلب، وبس نرجع نحكي بهالموضوع. شو بدك تساوي بحلب؟ بدي صفي كل حساباتي هنيك واجي اسكن هون. هون؟ خليك بحلب لك ابني، ما في صندوق عجايب بحلب؟ يا بي الله يرضى عليك، هي شغله صندوق العجايب بطل لي اياها. يعني والله مو حلو بحقك، انت صرت زلم كبير ومقدر، وهي الشغله مو من مقامك. شو مامي مامي سيدي؟ شو مامي؟ حبيب قلبي مامك جيبتك، معك برغوت بتسوى برغوت، ما معك برغوت ما بتسوى شيء. هيك ستك الله يرحمها علمتني، شو هالحكي في دراسي؟ أهلا فضالة. أمان يا رب يا أمان، هذا طبنجة لمين هاشم أفندم؟ إلي. أمان يا رب يا أمان. لا 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 هاشم أفندم، هذا طبنجة مش إلك. يعني إذا مو إلي لمين بده يكون؟ يعني إلي إلي أكيد إلي. هذا طبنجة ممنوعات هاشم أفندم. مزبوط؟ إيه مزبوط، بس يعني أنت منا وفينا ولو، وإذا عجبتك وبعينك ولو تكرم عينك بتقدر تاخذها. اوه شباش شباش، تشكرات هاشم افندم، تشكرات اداريم. بعد اذنك خيب وخيره، بعد اذنك انا متضايق، بس انا متضايق شوي، اذا بتريد تاخذ لي طريق بدي فوت على بيت الادب. اي تكرم عينك، تفضل. يلا يلا يلا، تفضل يا اخي مشدان، تفضل. اسمع خي يا بخير. خير؟ أنا خي بديش فوت على الحمام. نعم؟ لك هلا وين رايح؟ لك يا خي مثل عم قلك بديش على قرني. خي وأنا جاي لعندك بعيني هذه قشعة للشباب فايتين جوا على البيت. شو؟ لك تخافش خيي؟
إسه بتحط له سم الهاري لهذا اللي جوا بتخليه يتحرق وقلعه، وأنا إسه بطلع لبرا بفضي الحارة من العساكر كلها، بدي إياك تطلع الشباب كلهم من الحارة، الحارة كلها شغلي حمياني يا أبو خيرو وفيها قطع روسها. أصيل يا أبو سدران أصيل، ربي يقدرني على مكافاتك. شو عم بتقول يا زلمة؟ شو عم بتقول إنت؟ ما أنا منكن وفيكن، بعدين يا خي الظفر بيطلعش من اللحم. شهم شهم يا أبو سدعان، الله محيي البطن اللي حملك. يبعت لي حمى قديش كان مشتهي كحل عيونه بشوفتك. الله ينتقم منك يا شاهد، الله يورجيني فيك يوم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلبي. تفضل عمي شاير تفضل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك، مع السلامة. ايه الله يستر عليهم ويحميهم. شاهر راح معه؟ ايه. شفت شلون يا رجال؟ الناس لبعضها والضفر ما بيطلع من اللحم. صحيح. مين؟ انا افتحولي. يي هذا خير واجا من الدكانة. فوت يا مخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا ابي؟ الله يسلمك. فوت ارتاح جوا فوت. أنا بشوف يا حجة عبدو إنه أنت والحجة عبدو والحجة موضاح تنزلوا على الشام بالبطبور، وأنا بضل هون لأوفي الندر وبعدين بلحقكم. لا ما بتركك ابن عمي يو. لا صاري، حدا بصحه له يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حدا بصحه له يكون عند الرسول وبيقول لا؟ مظبوط هذا الحكي ولا أنا غلطان؟ والله العليم إذا الله بيقسمنا نرجع مرة تانية ولا لا؟ إذا الله منادينا بنرجع إن شاء الله. شو هنا الحج علي خانو؟ الحج علي صار لأصحابه. شو الحكي؟ ومين هرفيقة هاي؟ في جماعة مصاروي عندهم بنت من جيل علي، قاموا ترافقوا سوا. لك يا أولادي الله يرضى عليكم، انتوا بس تشوفوا شو بعدوا عنه. لأمتى بنضل خايفين منه عم نتحاشى يا بي؟ لك يا ابني الرجال معه حق، محروق قلبه على ابنه والله يعينه. سيابي زودها كثير، كل كم يوم بيربط لنا على الطريق ونحن كرمالك عم نغير طريقنا، سود وشنا قدام العباد. يا بي اخي عرف عم يحكي مزبوط. يا ابني بدنا نتحمل، بدنا نبعد الشر عنا. دخان ايه يا بي، شحوا جاي ناحيتنا. وجه الله محمد رسول الله عليك يا ابو محمود، تكفينا شرك. انا جايكم ضيف. ضيف؟ يا اهلا وسهلا بالضيف، شرف. ضيف يا ابو عطا. تفضل. عقيد، إلي الشرف أقدم لك هذا السيف والترس. تعلقوا نوم بالمضافة على بين ما الله يفرج عليك وتستلم سيف عياش وترسه. يا عيب شو منك؟ ما بدنا غير سلامتك عمي. أمسيك لك ابني أمسيك، أنت رجال ابن رجال، والسيف والترس أحلى هدية للقبضايات. القبضاي لحاله هو اللي بيعرف قيمتهم وبيعرف شلون يحافظ عليهم. أمسيك. نحن من بعدك عمي بخيرو. بس اوعى تفكر انه السيف هو اللي بيحمي القبضاي، يا ما في حريمات انقتلوا بسيوفهم. اي والله هذا الحكي معدل. شرف عمي بخيرو، شرف استريح. قبل ما اقعد انا حابب اقدم لك المحرمه، هديه من رجال لرجال. هاي المحرمه طرزت لي اياها بنتي سعاد، الله يستر عليها وعلى حريمات الجميع. يسلموا ايديك عمي بخيرو. عليم الله اني انا صرت عم اتعلم الرجوليه منك. اللي شفته منك هذاك اليوم بيرفع الراس. سرك كبير عمي، وانا بفديك بروحي. لك تسلم لي روحك يا غضاي. شرف يا شرف. يا الله. شفته يا ابو عطا، شفته بعيني. وين شفته يا ابو محمود؟ شفته بباب سريجي. لك هو لما احني ما تقول الا كبتون ملح وداب، ولحقت لك يا دور عليه، عجزته ما كنت لاقيه. انت بتعرفه من الاول عمي ابو محمود؟ لك لكان شلون؟ لك كان رفيقه لابني من الروح للروح، وكان ينام عنده بالبستان. منين هو؟
هو من الشام للميدان. معناته أخي راح لديار الحق. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. عملوا عزل أخوك يا أبي. اي والله لولا العيب والحياة لزلغت. لا ليش متزلغتي؟ يو ليش في أحلى من هيك فرحة تقبرني؟ معك حق اللي معك حق. بس يعني ما في فرح بعد المرحمة. الحمد لله اللي الله هداك يا أبو خيره. يا مو اسمه صارت وصاري وأبو خيره هلأ مبسوط منك. شو رأيك روح أخطب لك سعاد؟ أمي مرحمه أبدا ما صلى مدة متوفي، فأنا ما بقدر أخطبه وأتجوز قبل ما يمر سنة على وفاته. شو صار بالشاي يا فهمية خانو؟ يلا أخي يلا جاهزة. يسلموا هالإيدين. إيديك يعني. يا مو أنا بدي أشوف أختك شهيرة، بدك شي منها؟ لا أمي سلامتي. كيفها الصغيرة؟ بتبوس إيدك. شو سموها بعدين؟ ما سموها يا مو، عم يستنوك لحتى تروح لعندها وتشوفها وتسميها. إيه صحيح يا مو، شو صار مشان صهرك أبو حدو؟ ليش أبو حدو؟ عم قول يا مو يعني بركة بتلاقوا حدا ينام بالطاحون، لأنه أختك صار وراها ولدين وما عادت تقدر تجي لعنا تنام يوم إيه يوم لا. إيه شو عليك؟ حكيت لك الحقيقة بتستري علي وتحافظي على السر؟ حقيقة شو؟ حقيقة قصتي أنا والمعلم وضاح. الحقيقة مبينة أشكرا، ما في لزوم تحكي لي عن شي. شلون مبينة؟ رويدة خانو، رويدة خانو، كان صرت عقيد يا شاهر. ايش وعليه؟ انبسط لك كم يوم قبل ما يجي ياخد روحك انت التاني. وعفوفتي شلون بدي اخطبها؟ على اني تحسين ولا الشيخ صالح؟ هلأ بروح على اني الشيخ صالح وبعدين بتصير ابو شرار والقبضايه اللي قديش تلت لتلاته. لك يا عيني عليك يا أبو شرار شو معدل فهلوي. أنا اليوم بحكي مع أبو دياب وليو خليه يجوزها. إيه والله منرتاح منها، إيه كنا مرتاحين منها لما تجوزت أول جوازها. إيه أختي حكي معه، ونحن كل يوم والتاني بنعمل معها خناقة لحتى نكرهها حياتها، وهيك بصير تتمنى حي الله واحد تتجوزها وتنقلع بقى. إيه بس يا أختي عفاف راسها يابس. هذا الحكي قبل ما تموت أمها، بس هلأ لا حبيبتي صار شي تاني. إيه بس أبو دياب ما عنده كبير غير الجمل، إذا راسها يابس بيكسر لها ياما. مو مثل المرحوم أبو قاعود الله يرحم ترابه، كان مدللع وعامل لئيمة. تتذكري كان ياكل همه اكثر مني ومن ولادي. اكل حال الله يرحمه. ما بتستاهل هالضربه يا ابو عطا. ايه ما كان لازم تقرب. شلون ما كان لازم اقرب يا تاج راسي؟ انا شفت وشك بهذيك الشوفه وطار عقلي، انت تفضل على راسي. لا تواخذنا عقيد، غلطنا بحقك. انتوا اللي لا تواخذونا يا جماعه، انتوا ضيوفنا 100 اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله العمر لكم. يسلم عمرك. ومشان تحسين كل شي بنعرفه عنه انه احترق وفطيس، ومثل ما خبرتكم عمي ابو عطا نحن متبرين منه لانه زلمه واطي وكلب. ومعلومك يعني نحن عيله معروفه وإنا سمعتنا بين الناس، ولا بعمره ابن مره جاب معدلنا بالعاطل. ايه والله والسبعه نعم يا سيدي. ومنك يا عمي ابو عطا بقى، مشان هيك ما بنسمح لواحد واطي مثل هذا الكلب يجي ينزع سمعتنا هلا بين الناس. بس انا اللي ما عم يفوت باهلي انه تحسين لساته عايش لهلا. والله يا اخي ابو فهد نحن ما شفناه بعيننا، بس اللي شافه
أكد لنا أنه هو، وذاتا نحن يعني بلا منقودية لا منعرفه ولا شفناه بحياتنا. طب بركدا شايف له شي واحد بيشبهه ويخلق من الشبه 40، كل شي بيصير يا تاج راسي. تتذكر لك نجيب أول ما علمتك رد بالخير؟ أخي هذا اللي بتذكر لك شو؟ حيومة وعقل ومع ما قفل الله يفكيك كنت رايح فيها. الله يحمي الأيام. كيف حالك معك؟ الحمد لله نشكر الله. الحمد لله. لساتك عم تطلع؟ اي والله عندي طلعه صغيره هيك، شوف اذا عندي كم غرض هنيك نجيبه ونجي نسكن هون ان شاء الله. اهلين اخي ابو نجيب. اهلين عمي ابو نجيب. الله لا يزيد فضلك لا انت ولا اللي قاعدين معك. لك ابني شو ها؟ شو ها؟ كفر؟ كفر هذا كفر؟ لك ليش هالبعثة هاي؟ الله يعينك. ما بينزعل منه ذروي. يعني تطلع خلاص يا شباب. الله يعينك. يوم انا خبي لي حصه على جنب، هلا باكل شوي بكره شوي بعد بكره شوي، ايش رايك؟ لك ابني انت كول هلا ولبكره فرج ورحمه. يوم مرتخي مرتخي. ايش في؟ خبي على الصحون طلابي بيجي بخانقها. اهلين عمي تفضل. الله لا يوفقكم. لك شو هاد؟ لك ليش هالبعزقه هي؟ ولك عمي لك ليش هالمصاريف اللي بلا طعمه؟ ايش بك عمي؟ ايش في؟ ولك هي الحواريه اللي عم تتحرقوها وتحطوا لي اياها قدام الزعران والصرصريه تحت ولسه عم تقولي لي ايش في؟ عمي انا ما دخلني، ابنك هيك بده. ابني؟ يا الله لا يوفقه لابني. ليش هذا ابني؟ لك جده؟ انت شلون بتحمله لابوك؟ اه شلون بتحمله؟ والله يا شباب سمعت لكم سمع ما بصير الخاطر بنوم. خير شو سمعت؟ سمعت انه بدنا ننقل الالاي تبعنا على بلاد تركيا وجيبوا بداله الالاي من هنيك. وليش بقى؟ بتعرفوا يا شباب انه كل الالاي عنا من العرب وهن ما بيثقوا فينا ولا بيامنونا، وخايفين من الشريف حسين يتصل مع الانجليز ويتفق معهم، ساعتها كل العسكر رح يهربوا وينضموا لجيش الشريف حسين. ما سمعتوا الانباشي سعيد عم يقول انه في كتير ضباط وعساكر هربوا من الجيش؟ وامتى رح يسفرونا يا ترى؟ الله يمكن عن قريب. ترى الأيام رح تجمعني بأهلي برويدة ولا خلاص راح اللي راح؟ يا ترى أهلي رجعوا من الحج ولا لسه؟ دنيا مين قال بدنا نفترق بهالسرعة هاي؟ وبدي إياكي بكرة تعاملي لنا طبختين ثلاثة هيك كبار دسمين. ليش خير ابن عمي؟ عازم حدا على الغداء؟ بكرة إن الله أحيانا حابب أعزم أبو لطفي وشاهر عقيد الحارة. شاهر عياش ما غيره؟ ايه شاهر عياش عقيد الحارة. الله يسمعنا الأخبار الحلوة، إن شاء الله قلبك صفي من ناحيته. لك يا مرأة أنا بحياتي ما كرهت حدا، بس كل ما كنت روق من ناحيته سبحان الله هيك تصير نقزة تنكوز منه وتنعرز منه. الله يصفي القلوب ويحبب الناس ببعضها. إلهي وإنت جاهي يا رب. يلا بخاطرك. الله معك. يا مو شو في يا مو؟ ما في شي. شو كان أبي عم يقول لك؟ كان عم يقول لي مشان أطبخ له كم طبخة دسمين. إيه وليش يا مو؟ مشان يعزم رفقاته على العشاء وغيره. ومين هدول رفقاته؟ مو ضروري تعرفي. يلا روحي كملي تكنيس الغرف. ايش عم تتخانقوا؟ بعدوا عم بعضكم هيك؟ اختك ما عاد استحيت، فوق ما عم نخدمها وبتحملينا عم تتأمر علينا الخانم. انا بتأمر عليك يا كذابة؟ ها؟ شفت لسانه ما اطوله؟ بس عفاف، عيب. اخي، هي مرتك خليها تحكي، خليها تقول لك على مين الحق، علي ولا على ام قاعود؟ على مين الحق يا ام دياب؟ والله يا ابن عمي انا ما بعرف شو بدي اقول لك. انا قلت لها لاختي يعني ام قاعود انه تطول بالها شوي على عفاف، لانه عفاف ضاجع على فراق اولادها وخصوصي بعد ما ترملت، بس اختي الله يصلحها يعني ما عم تتحمل. مالي مجبوره اتحملها. اخي الله وكيلك، والله ما حكيت شيء، وحياتي اللي طعمني ولادي ما حكيت شيء. يعني التنتين كذابين وانت صادقه؟ ام دياب. نعم ابن عمي. حقيني لفوق. امرك.
عادل أشوف. أما دياب، حكي لي الصدق، الحق على أختي ولا على أختك؟ بدك الحق ابن عمي؟ أنا ما بحكي إلا الحق، الحق على أختك، لأنه أنا لاني مع هاي ولاني مع هاي، بس الواحد يحكي الحق لو كان على قطع رقبته. يعني لو كان الحق على أختي أم قعود أنا كنت قلت لها، بس مثل ما قلت لك قبل شوي، أختك بايجة وما عم يعجبها العجب. ماشي الحال ماشي الحال. ابن عمي تقبر قلبي، ليش ما بتجوزها لشي ابن حلال؟ أحسن من الخناق والقال والقيل. لك إجاها زلمتين وما كانت توافي، شو يعني؟ منجوزها بالزور غصبا عنها؟ إيه لا تقبرني، مو غصبا عنها، بس يعني أنت كمان ورجيها لحين الحمرة، وبعد ما بصير ببيت جوزها بترتاح وبتريحنا. ماشي الحال، تركيني لحالي بدي ارتاح، ونبهي عليهم ما بدي اسمع صوتهم والا بكسر العصاية على جنابنا. امرك ابن عمي. وهي دياره لابن رويدة ودياره لابن نبيها. لك الله يفرح قلبك يا سميحه، كريمه مثل امك ام وضاح، ان شاء الله بتحبلي مثلهم وبتجيبي الصبي. والله أنا شايفة إني ما رح أحبل بحياتي يا ديب. لك يا جدي وين الدار؟